صباح الخير، ازيك شباب؟ هنتعلم نتكلم شوية عن البيزك لينك كوماندز خالص، وازاي نتعلم مع الفايلز والدايركتريز. بالمناسبة دايركتريز يعني فولدر في الويندوز، بس في اليونكس وورلد لينكس بنستخدم كلمة دايركتري. تمام. أول حاجة اللي أنا فاتحه ده اسمه تيرمينال ايميليتور. ده عبارة عن أي بروجرام بيلود الشيل. ممكن يكون شكله مختلف شوية عن اللي انت بتشوفه في اوبونتو، اللي هو بيستخدم جنوم تيرمينال. ده اسمه كيدي. في تيرمينالز كتير قوي يعني، بيختلفوا في حاجات قليلة. المهم ان اي حاجة هتمشي يعني، مش اي اختلاف. المهم الفكرة ان كلهم بيلودوا الشال ده اللي احنا بنستخدمه اسمه باش. ده الستاندرد تقريبا، كل اللينك ديستريبيوشنز بتنزل بيه. في حاجات اقدم وكده، بس ده تقريبا اللي انت محتاج تتعلمه. باش ده اللي هو بورن اجين شيل. المهم اول حاجه هتشوفها هيطلع لك برومبت زي ده، مكتوب ابراهيم افويد بلاي جراوند. ابراهيم ده اسم اليوزر نيم بتاعك، او يعني هتلاقي مكان اليوزر نيم بتاعك. فويد ده الهوست نيم او الاسم الكمبيوتر. بلاي جراوند ده ال اسمه ايه، الدايركتوري اللي انت موجود فيه. دولار ساين دي بتنديكيت ان انت يوزر عادي مش روت. وبعدين في بلوك ابيض، ده كيرسور ابيض كده، ده معناه ان الشيل مستني منك انبوت. تمام. فانا مثلا ممكن اكتب حاجه زي ديت. فاول ما اكتب ديت طلع لي الديت الاربعاء ومش عارف ايه. حلو. ف ايه بقى الكلام ده؟ ديت ده عباره عن ايه؟ ديت ده عباره عن سوفت وير او كوماند موجود جوه الشيل او مش موجود جوه الشيل. الشيل بيعرفه موجود عندك في الجهاز بتاعك. طيب دلوقتي ازاي الشيل عارف ان ديت ده كوماند او سوفت وير موجود وعارف يجيبه؟ في كوماند ثاني اسمه هواتش. هواتش بيعرف لك المكان بتاع السوفت وير. فانا اقول له هواتش ديت، فقال لي ان هو موجود في سلاش يوزر سلاش بن سلاش ديت. فانا قلت له مثلا سوري على الكتاب ده، بس لو قلت له سلاش يوزر سلاش بين سلاش ديت هيبرنت الديت. فانا عارف ان الديت بروجرام موجود في المكان ده. طب ازاي الشيل لما كتبت له ديت عارف مكانه؟ يعني هيدور في كل ال يعني هيدور في الهارد كله على المكان ديت ده ولا هيعمل ايه؟ لا، هيطلع ان في انا بقول له لما اكتب لك كوماند معين انت تروح تدور فين. والكلام ده بيحصل تلقائيا لان في variable اسمه path. لما اعمله هيطلع، هتلاقي هي عباره عن list. list دي كوماند separated. تمام. هتلاقي ان منها slash user slash pen. ده المكان اللي بيسيرش فيه على الكوماندز. فلما اقول له date بيروح يدور في كل دول بالترتيب. فلما يلاقي هيدخل سلاش يوزر سلاش بن هيلاقي فيه البروجرام اللي اسمه ديت، هيعمل له اكسكيوت. تمام. فده الماجيك اللي بيحصل يعني لما بتكتب كوماند. المهم ان احنا هنتعامل شويه مع الفايلز والدايركتريز. اول حاجه عاوزين نعرفها ان الفايلز بتتسمى ازاي. فهي بتاخد اني كاركتر حرفيا، ما فيش اي ليميتس. يعني ممكن سبيس، ممكن استريك، ممكن هاش، ممكن اي حاجه، وهي كيس سنسيتيف. تمام. هنبدا نشوف مع بعض الحاجات يعني. ممكن لو في عندي دايركتري او قصدي فايل او دايركتري بيبدا بالدوت، ده معناه انه هيدن. اوكي. بس كده. فالحاجه التانيه اللي عاوزين نعرفها برضو ونسيبها دلوقتي، تعالى نبدا. اول كوماند عاوزين نعرفه اسمه بي دبليو دي. BWD اختصار لبرنت وركينج دايركتري. هي برنت انت فين. فقال لي ان انا موجود في سلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش بلاي جراوند. ده اللوكيشن بتاعي. انا فين في السيستم دلوقتي. طيب في CD ده اختصار لتشينج دايركتري. او في كوماند اسمه ls. لما اعمل ls قال لي ان مفيش حاجه، قال لي ان الدايركتري ده فاضي مفيش فيه اي حاجه. تمام. فانا ممكن نعمل دايركتري. في كوماند اسمه make directory، ده عشان يعمل دايركتري. فانا ممكن اقول له مثلا test او مثلا directory 1. حلو.
فلما اقول له ls قال لي ان في دلوقتي دايركتري اسمه diamond. اوكي، فممكن ادخل جوه دلوقتي فاقول له cd لتشينج دايركتري لدايركتري 1 وكده داخل جوه. تمام، لو عملت ls لقى انه فاضي. طيب لو انا عايز ارجع ورا كنترول ال بت كلير السكرين. تمام، طب لو انا عاوز ارجع ورا لبلاي جراوند تاني هتلاقي ان انت في حاجه اسمها دوت دوت. دوت دوت معناها ايه؟ معناها البيرنت دايركتري او الدايركتري اللي انا فوق. فانا قلت له سي دي دوت دوت هيرجعني ورا تاني للبلاي جراوند. لو عملت ال اس ففي دايركتري 1، لو عملت بي دبليو دي فسلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش باك جراوند. تمام، انا ممكن اقول له ميك دايركتري، اعمل لي مثلا دايركتري اسمه دايركتري 2. تمام، لو عملت ال اس فقال لي دايركتري 1 دايركتري. تمام، ممكن نجرب حاجه تانية، ممكن اعمل دوت دوت دايركتري 3. فلو عملت ال اس ما لقيتش دايركتري 3 ده موجود. ليه؟ لان احنا قلنا ان اي دايركتري او فايل قدامه دوت بيبقى هيدن. فانا لازم اقول له ال اس بديله اوبشن واقول له داش ايه يعني اول يعني برنت الهيدن كمان. فلو كده قال لي ان في دايركتري اسمه دوت وبعدين دوت دوت وبعدين دايركتري 1 وبعدين دايركتري 2 وبعدين دوت دايركتري 3. دوت ده معناه الكرنت دايركتري اللي انا فيه اللي هو بلاي جراوند دلوقتي. دوت دوت معناه البيرنت دايركتري اللي هو اللي فوقي، وبعدين في دايركتري 1 ودايركتري 2 ودوت دايركتري 3. في فلاج تاني برضو او اوبشن تاني ممكن تحب تعرفه اللي هو داش ال، ده بيبرنت لك ليست كده وبيديك فيها شويه انفورميشن. اول حاجه الدي دي معناها ان هو دايركتري. بعدين في ثلاث كاركترز ار دبليو اكس. ار معناه ان هو الاول ثلاثه دي البرميشنز بتاعت اليوزر، الثلاثه اللي بعدهم للجروب، الثلاثه اللي بعدهم للروت، يبقى اللي هو اليوزر وده الجروب ومفروض ان يبقى فيه روت كمان. تمام، طيب ار دبليو اكس، ار معناها ريد، دبليو رايت، اكس اكسكيوت. تمام، يبقى الدايركتري ده في اليوزر اللي اسمه ابراهيم ليه البرميشن انه يريد ويرايت واكسكيوت. للجروب ليريد واكسكيوت بس ما ينفعش يرايت عليه، وللروت ممكن يريد ويرايت واكسكيوت. تمام، ممكن كومباين التو اوبشنز دول مع بعض، يعني ممكن اقول له داش ايه داش ال فطلع لي دلوقتي الدوت والدوت دوت ودايركتري 1 دايركتري 2 والدوت دايركتري 3. طيب ممكن اكتبها بطريقه ابسط من كده ان اقول له داش اي ال مره واحده او ال اس داش ال اي، كلهم هيدوا نفس الاوت. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان في كوماند. احنا ممكن نخش سي دي للدوت دايركتري دوت دايركتري 3. تمام، ال اس فاضي. فلو قلت له بي دبليو دي لو برنت وركينج دايركتري قال لي ان انا في سلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش بلاي جراوند سلاش دوت دايركتري 3. تمام، لو لاحظنا من حاجه ان انا عندي مثلا بي دبليو دي ده مش بياخد اوبشنز او ارجيومنتس او اي حاجه، انا بقول له بي دبليو دي هو بيدي له كل حاجه. لكن في كوماند سي دي لازم ادي له الباث بتاع الكوماند اللي انا اروحه، فلازم اقول له مثلا دوت دوت مثلا سي دي دايركتري 1 او مثلا سي دي دوت دوت عشان يرجعني تاني. تمام، ف ممكن ياخد يعني سي دي دلوقتي بياخد ارجيومنت الحاجه او الباث بتاع المكان اللي هيروحه، بي دبليو دي نفسه كده، في ال اس ممكن يبقى من نفسه او ممكن نديله اوبشنز، او ممكن اقول له ال اس مثلا دايركتري 1 يعني وريني الكونتنت بتاع دايركتري 1 فقال انه فاضي، فانا قلت له داش اي ال بتاع دايركتري 1 فقال ان في الحاجات دي بس. فانا ممكن اقول له بدل ما ال اس لو ما ادتلوش ارجيومنت هيجيب لي الكونتنت بتاع الدايركتري اللي انا فيه، او ممكن اديله ارجيومنت دايركتري هو يشوف لي ايه الكونتنت بتاع الدايركتري ده. حلو، طيب عاوزين نعمل دايركتري جوه دايركتري 1، فانا ممكن اقول ميك دايركتري، اقول له خش لي على دايركتري 1 اوكي واعمل لي جواها مثلا تيست. فلو عملت ال اس قال لي دايركتري 1 دايركتري 2، فلو عملت له ال اس دايركتري 1 فقال لي ان جوه دايركتري 1 في دايركتري تاني اسمه تيست. تمام، طب لو احنا عايزين نشوف يعني انا محتاج اشوف حاجه اعمق من كده، فانا ممكن اقول له داش ار اوكي. ده بيوريك بيقول لك ان انا دلوقتي موجود في الدوت. تمام، جوه الدوت ده في دايركتري 1 ودايركتري 2، جوه الدايركتري 1 في تيست، وجوه التيست مفيش حاجه، وجوه دايركتري 2 مفيش حاجه. في كوماند الطف من كده بيرسم لك الشكل ده اسمه تري،
فقال لك ان انا عندي الدوتس، جوه الدوت في دايركتري 1، جوه الدايركتري 1 في تيست، وفي دايركتري 2. تمام. بس كده. يبقى دلوقتي عرفنا ال بي دبليو دي، ال اس، ال ماك دايركتري، وال تشينج دايركتري. ال تشينج دايركتري تمام. حاجة تانية، مثلا انا موجود دلوقتي في ال باك جراوند. طب لو انا قلت له سي دي بس، لما قلت له سي دي بس وداني عند مكان اسمه تلدا. ايه تلدا ده؟ تلدا دي اختصار لسلاش هوم سلاش اليوزر نيم اللوجن بتاع السيستم دلوقتي. تمام، ده اختصار لتلدا. فانا لو قلت له دلوقتي برنت بي دبليو دي برنت وركينج دايركتري، قال ان انا في سلاش هوم سلاش اوبن. يعني انا اديت له سي دي وما اديتلوش اي ارجيومنتس، بيوديني على الهوم دايركتري على طول. تمام، في سي دي داش ده بيوديني باخر مكان كنت فيه اللي هو في البلاي جراوند. ls تمام، ls direct one سوري هيوديني في تيست. حلو. طب لو انا عاوز ادخل التيست اقول له cd خش دايركتري 1، جوه الدايركتري 1 ادخل لي على تيست. فدي الطريقه اللي انا بوصف بيها الباث في اللينكس او في اليونكس عموما، ان انا بكتب اسم الدايركتري سلاش وبعدين الدايركتري اللي بعده. تمام، فهدخل. ممكن اعمل نفس الكلام، اقول دوت 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 ده اللي هو البيرنت دايركتري اللي هو دايركتري 1، واقول له منه اطلع لي على البلاي جراوند. يبقى كده انا اطلع من البلاي جراوند مره واحده. طب لو قلت له سي دي دوت دوت هيوديني على التلدا او اللي هو الهوم دايركتري بتاعي اللي هو سلاش هوم سلاش ابراهيم. حلو، ده السي دي. تمام، احنا كل ده بنوصف. يعني انا قلت له دلوقتي سي دي دوت دوت، فهيرجعني ورا خالص، هيوديني في الهوم. فهو مختلف على ما انا كنت قلت له، يعني السي دي دوت دوت هنا وداني على مكان مختلف من هنا. فالفكره ان احنا بنوصف الدايركتري ريلاتيف للمكان اللي احنا كنا فيه. حلو، قلت لي سي دوت دوت هيوديني في الروت اللي هو السلاش. فانا ممكن اقول له سي دي، ممكن اوصف المكان بطريقه ريلاتيف، يعني مش بتبند على مكان معين من اول التري خالص. فانا اقول له خش جوه سلاش هوم، جوه ابراهيم، جوه البلاي جراوند، جوه مثلا دايركتري 1 مثلا. روح هنا كده اعمل ال اس، هيقول لي ان في تيست. ممكن وانا في دايركتري 1 ممكن اروح اي مكان تاني، ممكن اروح مثلا الدايركتري 2. فانا اقول له سي دي سلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش بلاي جراوند سلاش دايركتري 2. تمام، ممكن دلوقتي لو عاوز اروح للدايركتور 1 ممكن اعمل نفس الحوار، او ممكن اقول له اطلع بره في البلاي جراوند وادخل من البلاي جراوند روح للدايركتور 1 وروح منها مثلا للتست. تمام، سي دي داش عشان يرجعني نفس المكان اللي انا كنت فيه. عاوزين نعمل الكلام ده بطريقه ريلاتيف، فانا اقول له سلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش بلاي جراوند سلاش دايركتري 1 مثلا، وبعدين ندخل على تيست. تمام، سي دي هيرجعني للهوم دايركتري، او ممكن اقول له سي دي تلدا هيديني الهوم دايركتري برضو، الاثنين واحد. تمام، برنت وركينج دايركتري هيديني هنا. فانا ممكن ادخل تاني سي دي بلاي جراوند ال اس، انا عندي دايركتري 1، ممكن اقول له داش ال عشان يوريني كل الكونتنت. تمام، قلنا ان في ال اس داش ار عشان ريكيرسيف، او ممكن تعمل كوماند اللي اسمه تري عشان يوريك التري كام. حلو، تمام. ايه اللي ممكن نحتاجه تاني؟ احنا عرفنا ازاي نعمل دايركتري. طب نجرب نعمل دايركتري تاني. انا اقول له ميك دايركتري مثلا، اعمل لي دايركتري 4، دايركتري سموه 4، و جوه الدايركتري 4 ده اعمل لي واحد تاني اسمه تيست 2. فلما عملت كده قال لي كانت كرييت دايركتري دايركتري 4 تيست 2 نو سوتش فايل دايركتري. هو قال انا رحت اعمل لك الدايركتري اللي اسمه تيست 2 ده جوه الدايركتري اللي اسمه دايركتري 4 ما لقيتوش. فمعنى كده ان انا محتاج اعمل دايركتري 4 الاول، وبعدين جوه الدايركتري 4 اعمل تيست 2. وكده اشتغل عادي. لو عملت 3 قال ان انت عندك دايركتري 1 جوه تيست، وجوه دايركتري 2 فينا دايركتري 4 جوه دايركتري 4 في تيست 2. طب لو انا كنت عاوز اعمل المره واحده، يعني مش محتاج ان انا اعمل دايركتري 4 وجوه الدايركتري 4 اعمل تيست 2، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له ميك دايركتري داش بي، اوكي، معناها اعمل البيرنت برضو لو قابلته،
اقول له مثلا اعمل لي دايركتري 5 وجوه الدايركتري 5 ده اعمل لي تيست 5 مثلا. لو عملتها ما ادانيش اي ايرورز، عملت تري، الاب ايرو بيجيب لي الكوماندز القديمه اللي انا كتبتها. فانا مثلا لو جيت هنا اقول له تري هيقول لي في عندك دايركتري اسمه دايركتري 4 وفي هنا دايركتري 5 جوه تيست 5. تمام، حلو كده. حاجه تانية، لو عملنا ls عند directory 1 directory 2 في directory 3 هنا وفي directory 4 directory 5، انا عاوز امسحهم. فانا عندي كوماند اسمه rm، او قبل ما نمسحهم تعال نتعلم الاول ازاي نعمل فايل. عندي كوماند اسمه touch، touch ده بديله اسم فايل وبعمله. انا قلت له مثلا فايل دوت تكست، انا عملت له ls بقى عندي فيه فايل اسمه تكست. تمام، ف كوماند بسيط خالص. تمام، طيب عاوزين مثلا ننقل الفايل دوت تكست ده جوه الدايركتري 4، فانا اقول له كوبي سي بي كوبي فايل دوت تكست وده لي دايركتري 4. لو عملت ال اس ال اس دايركتري 4 قال ان في فايل دوت تكست وفي تكست، ممكن اقول له كوبي من دايركتري 4 الفايل اسمه فايل دوت تكست ده وده لي الدايركتري 5. بقول تقول اس من دايركتري 5 قال ان في فايل تكست. تمام، طيب لو افرض ان انا مش عاوز اعمل له كوبي، انا عاوز اعمل له كات اللي هو احنا بنسميه موف، فانا اقول له موف من دايركتري 5 الفايل اللي اسمه دوت تكست ده وديه لي جوه دايركتري دايركتري 5 جوه تيست 5. فلو عملت ls او تريني كله عشان نشوف الموضوع، قال انا عند دايركتري 5 كان معاه الفايل تكست هنا، لا شيلناه وحطيناه جوه تيست 5. يبقى انا عندي كوماند اللي اسمه mv اللي هو move وكوبي، تمام، اللي هو cb. طب لو عاوز امسحه في rm، فانا اقول له جوه الدايركتري الدايركتري 5 جوه تيست 5 في فايل امسحه. تمام، لو قلت له 3 دلوقتي بقى عندي الدايركتري 5 جوه تيست 5 بس مش الفايل موجود. تمام، طب تعال نجرب نمسح دايركتري. فانا اقول له rm دايركتري 3، قال لي كانت ريموف دايركتري 3 نو سوتش فايل دايركتري، عشان احنا كنا عاملين هذا خلاص دايركتري 4 مثلا، فقال لي كانت ريموف دايركتري، قال لي ده دايركتري. الكوماند اللي اسمه rm ده باي ديفولت مش بيمسح دايركتري، لانه ان هو ممكن يكون جواه حاجات وكده، فهو مش بيبقى الموضوع اخطر شويه من ان انت تمسح فايل واحد بس. فعشان كده لازم اقول له امسح لي، انا باكد لك ان انا عاوز امسح الدايركتري والحاجات اللي جواه، فبديله فلاج او اوبشن اسمه ار يعني الكيرسوف، بقول له امسح لي الدايركتري اللي فور اللي جواه. عملت دلوقتي الا ما عادش فيه دايركتري فور. تمام، طبعا ببساطه ممكن اقول له امسح لي الفايل التكست ده. عملت الا اس دلوقتي بقى عند دايركتري 1، ممكن اقول له ريموف دايركتري 1 دايركتري 2 دايركتري 5. لو انت خدت بالك من حاجه ان انا مكرر، طبعا لازم اقول له تشعر ان انا مكرر دايركتري 1 داير داير داير، ممكن اخد جروب مع بعض. فانا اقول له 1 و 2 و 5 وهو يفهم ده هيكسباند الدايركتري 1 دايركتري 2 دايركتري 5. فضغط انتر بلس ما عادش عندي حاجه. لو قلت له اس داش ال عشان يجيب لي الهيدن، قال ان انا عندي دوت دايركتري 3. لو انا عاوز امسح كله مره واحده ممكن اقول له استريك. استريك دي وايلد كارد، معناها كل حاجه بتريبليس اي كاركتر او اي نمبر اوف كاركتر زي ما نشوف بعد شويه. فانا عملت كده، قال لي كانت ريموف نو سوتش فايل دايركتري. سوري، عملنا الاس اس باش ايل سوري ار ام استريك مش عارف. المهم ممكن عشان مفيش اي حاجه خالص. طيب لو جيت وقت له بس قال لي كانت الموف از دايركتلي قطع، لازم اقول له داش ار اي حاجه بتبدا بدوت وبعدين استريك. وبعدين قال لي ريفيوزنج تو موف دوت، ما ينفعش امسح الدايركتري اللي انا فيه ولا اللي فوقي، فهو اعمل لهم سكان. تمام، عملت دلوقتي ال اس داش ال، قال لي ان مفيش اي حاجه موجوده دلوقتي غير، طبعا ما ينفعش امسح دايركتري انت موجود جوه. يعني قلت له ار ام سلاش هوم سلاش ابراهيم سلاش بلاي جراوند، قال لي كانت ريموف ذا دايركتري. طب قلت له داش ار،
ما مسحوش. تمام. خد بالك من حاجة، ان احنا قلنا ان سلاش هوم سلاش ابراهيم دي ممكن تريبليس بتلدة، مجرد اختصار. فقال لي ما فيش فايل اسمه بلاي جراوند، فعندنا موجود جوه دلوقتي، او فحصل فيه مشكلة يعني. قال ريدنج دايركتوري دون نو ساتش، يعني انا موجود جوه دلوقتي مع ان هو مش قارئ اصلا، فانا محتاج اطلع سي دي وبعدين اعمل الدايركتوري ده تاني. فانا اقول له ميك دايركتوري سميه بلاي جراوند، وبعدين اعمل سي دي للبلاي جراوند. خلاص الدايركتوري دلوقتي فاضي. تمام. يبقى كده عرفنا ازاي نعمل موف، وازاي نعمل كوبي، وازاي نعمل ازاي نعمل محتاجين ازاي نعمل رينيم. فانا اقول له تاتش مثلا، احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، فايل من واحد لثلاثة، ده معناه من واحد لثلاثة دوت تكست. عملت ls فقال انا عندي فايل 1 دوت تكست، فايل 2 دوت تكست، فايل 3 دوت تكست. فانا مثلا عاوز امسح عاوز ارينيم فايل 3 ده لحد فايل 5، نخليه فايل 5 دوت تكست. الرينيمينج في لينكس هو موف، فانا بقول له موف فايل 3 دوت تكست خلوه لي فايل 5 دوت تكست. طبعا احنا ممكن نعملها بطريقه احسن من كده، هقول له هعمل جروب واخلي ده 3 و5 دوت تكست، هو اكسباند وهيفهمها. فبقى دلوقتي عندي فايل 1 فايل 2 فايل 5. انا ممكن اقول له ار ام استريك عشان يمسحهم كلهم. عملت ls ماتش حاجه. تمام. بس كده اعتقد دي الحاجات البسيطه اللي انت محتاج تعرفها في الكوبينج، وانك تعرف في فايل موجود ولا لا، او الحاجات الصغيره دي. تمام. بس اتمنى ان انت تقرا الفايل نوتس عشان تفهم الكلام ده. طب تمام. حاجه تانية كنت اتكلمت عنها، حاجه اسمها الاناليسس، ان انا لو عندي كوماند طويل وعاوز اختصره هعمل كده ازاي. اول حاجه في مثلا في اوبونتو كوماند اسمه سودو اي بي تي، وطبعا مش هيشتغل عندي عشان انا مش اوبونتو. ده الصور مثلا اسم الباكج اللي انا نزلها مثلا في فيم مثلا، وطبعا لما اقول له سودو هيطلب مني الباسورد، بس الاي بي تي ده مش موجود. انا عندي حاجه اسمها باكمان داش اس، عشان هنشوفها. باكمان داش اس ده الباكج مانجر بتاع مانجارو او ارش لينكس. لما انت كوبونتو او دي بي ام بتستخدم اي بي تي، فهيعمل ابديت وهينزل. تمام. فانا كنت عاوز بس ان انا اعمل اختصار لسي، عاوز الكوماند ده انا بقرره كل شويه لما اجي اعمل انستول، فانا عاوز اخده واخليه ليه اختصار مثلا وليكن اي. انا عاوز اقول له لما تعمل اي فيم يعني نزل لي فيم. تمام. فانا ممكن اقول له الياس الياس اي تساوي انت تكتب سودو اي بي تي نص طول، وانا اقول له سودو باكمان باش اس. ولو قلت له اي فيم دلوقتي هيروح يعمل لوك، قال لي مفيش حاجة الابديت بزيرو اصلا. تمام. طيب لو انا قفلت التيرمينال فتحته تاني هزوم بس واي فيم تاني، قال لي الكوماند مرفوع، مع ان هو من شوية كان يشتغل فعلا. الفكرة ان الالياس ده بيتعمل لسيشن واحدة، فانا محتاج ان انا اخلي الالياس ده موجود في مكان معين كل ما الشيل يفتح يقرأ. وده هيدينا في فايل اسمه دوت باش ار سي دوت باش ار سي. لو عملته قال لي ان في فايل اسمه دوت باش ار سي. لو جيت افتحه بفم ده بروجرام بيأدت الفايلز، هلاقي ان في شوية حاجات كده وفي aliases. فانا هاجي كده في الاخر هقول له alias i بيساوي sudo pacman داش اس بس كده، وهحفظ واطلع. لو عملت اي فيم هيقول لي برضه ان هو مش موجود. لو قفلت التيرمينال وفتحت تاني الفايل اللي اسمه دوت باش ار سي ده هيلود وهيقراه، فانا اقول له اي فيم مثلا، فكده طلب مني الباسورد. بيطلب باسورد عشان بقول له سودو يعني اعمله كادمن وقراه فعلا. دلوقتي لو قفلت الشيل فتحته على طول، دايما لما اقول له اي هو يفهم معنى ايه اي. انا اقول له اي مثلا كي ماكس بروجرام مش عارف.
الباسورد غلط، فأم سوري. بس فأنا نزله وتقريبا موجود أصلا، نزل كده، فده اسمه الالياس. فانا لو جيت هنا قلت له تايب، طيب ده بروجرام بيوري لي نوع الكوماند اللي انا بستخدمه. فانا قلت له تايب اي، قال ان اي از الياس تو سودو باك مان داش اس. يبقى الكلام ده يلفت نظرنا لايه؟ لان الكوماندز في لينكس ان الكوماندز في لينكس ام سوري ان البروجرامز في لينكس ممكن تعمل لها كونفيجريشن بفايل بس. فانا عندي الفايل اللي هو دوت باش ار سي، ده غالبا configuration file. يعني مثلا ال patch ده اللي هو الشيل اللي احنا بنستخدمه بعمل له configuration في RC، يعني configuration file. فممكن مثلا program اللي اسمه vim ده ممكن تلاقي فيه حاجة اسمها vim RC وهكذا، يعني نفس نظام التسمية ده. فده ده configuration file بتاع الشيل. في aliases كتيرة طبعا انا بستخدمه بقى. تمام، هناخد بص على الكلام ده بعد كده ونفهم الكلام ده عنه. بس كده، اتمنى تقرأ النوتس، ولو في حاجة ابعت لي على طول ان شاء الله. يعني تمام، اتمنى تكون بخير يعني.